برضه ما فيش فايده فيه. بحيي شعبنا وبأرجوه انه ينزل يقول كلمته ويطلب صوته ويحدد مستقبله باذن الله. لا حتى الان الامور تمضي بطريقه نرجو ان تستمر عليها، وان شاء الله نشهد اقبال اكبر مما نراه الان. At this very moment we see that the queues are very long, that people are queuing for participating in the elections, and I think this is a sign of vitality, is a sign of democracy. ده اللي نتوقعه، يجب ان نعمل عليه انه يكون في استقرار بعد الانتخابات. خلاص خلصت المرحله الانتقاليه وندخل الى مرحله الاستقرار بعد كده.